ابشروا بالنصر، ابشروا 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 ابشروا. وين الناس؟ ابشروا بالنصر، ابشروا 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 بالنصر المبين. ابشروا. وين الناس؟ اوي 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 اوي. ابشروا بالخير، ابشروا بالخير. وين الناس؟ وين الناس؟ دافن الدقن. ابشروا بالنصر، اقتربت ساعه الحسم. شيروا يا جماعه الناس الموجوده كك 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 كك، تعالوا راجعين. ابشروا 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 بالخير، ابشروا بالعز، ابشروا بالخير. يوم قيامه الجنجويد ساعه الصبر، ساعه الصبر. لسه وين الناس؟ جدي علي الله يبدا يدور لي وتعال لي راجع. رب رب قدام دخلوها بالسجيرة حام. سيرفرف هذا العلم عاليا خفاقا من جديد بعد قبر الجنجويد. يلا يا جماعه يلا. وين الناس؟ وين الناس؟ يلا 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 يلا. تعالوا اديكم النظيفه، نديكم الزيت. لسه ناس الشير. وين ناس الشير؟ وين ناس الشير؟ وين حينا؟ قالوا هدنا الجنجويد، هدنا، دارين هدنا، وعلي هدنا، انا داير هدنا. لسه 1100 الليله لايف يوم القيامه. انا قبل ما اطلع اللايف ده كله ما ساعد جيني اتصال. الجديد شيله معاك، الجديد شيله معاك من الارض، البل شيله معاك. لسه دي 1200. وين الناس؟ انا ما حابب لايف ضعيف زي ده. ده ما لايف الليله، ده ما لايف الليله. ما كتمت في حبوبه الجنجويد، كتمت فيهم فوق وتحت. شيروا يا شباب، شيروا شيروا. لسه 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 لسه. قسما بالله سيرفرف علم السودان عاليا خفاقا خفاقا فوق جسوس الجنجويد. وخلاص الشغله دي انحسمت، والشغله دي الاستعدادات دي مهوله. وين الناس؟ وين الناس؟ لسه يا جماعه ضغطوا اللايف ده. شيروا شيروا، خلوا الناس تجي. اجمع سريع يا الزول، اجمع سريع يا الزول، سريع سريع يا جماعه. شرفك اكتككك اكتككك اكتككك. اللايف ده في السماء. لسه عاد 1600 1600 1700. يلا 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 قدام. بس طبعا الزيال القحاطه والجنجويد بيقولوا لكم ما تشيروا، ما دارين الرساله تنتشر. اللايفات دي مزعجه جدا بالنسبه لهم، مزعجه جدا. عشان كده ارمي قدام وشير، و10 تعاليق و15 لايك، وفي اقرب جروب قدامك، وتعال نبشرك بالنظيفه بالزيت. ابشروا بالنصر، ابشروا بالنصر. الشعب السوداني، انا ما داير ابدا احرق المفاجات، ما داير ابدا احرق المفاجات، ما داير ابدا والا الناس تتجمع. ما داير اوريكم الاستعدادات المهوله من الشعب والجيش لقبر الجنجبيد ودفنه ومحياه، ودفنه ومحياه. لسه 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 علي الطلاق تدور بس وتجي. ابشروا بالخير. نحن لما قلنا ها الفوضى دي بتتحسم، الفوضى دي بتتحسم، ها الناس قالوا لا لا ما في جيش، والجيش انتهى، والجيش كيجان، والجيش جاك البل، جاك قسما بالله العظيم. يلا يا جماعه لسه لسه انا واقف للشير ثلاثه ما تميناها. اللايف ده يا جماعه لازم يصل، لازم يصل، فيه حاجات مهمه جدا، لازم يصل لكل الناس. لازم الناس تستعد لمعركه القتل، لازم الناس تستعد. وانا بتكلم معاكم الان والجيش شغال بل نظيف، جغم جغم في الله مهب، جغم في مود السبيل، جغم في الجنجويد، جغم بلا رحمه، جغم بلا رحمه. لسه يا شباب 3000 3000 يا جماعه. يا جماعه قسما بالله الحساب اللي انا شغال بيه اللايف ده اداني لو طبعا عنده صفحه، والصفحه بعمل فيها حساب ادمن اشتغل بيه لايف. اداني لواحد اسمه ابرهه ولا اسمه شنو كاتب، ولا ولد من اولادنا ديل كاتب عليه شنو ابراهيم ولا ابرهه ولا شنو ما بعرف. قسما بالله انا كل يوم بحساب جديد، ودغت ما عاد. والصفحه دي يومين يومين ما قادر اطلع فيها لايف، دغت ما عاد. الناس الصفحات دي عليها بلاغات مهوله بلا. عشان كده دعمونا بلايككم بشيركم، انتوا السند، انتوا الجيش الحقيقي اللي بيقاتل في ميديا كلها مدفوعات اجر. الناس اصبحوا الواقفين مع الجيش في الميديا يحصوا باصابع الايادي، باعوا القصه، باعوا الدم، بيجوا كلهم بيبيعوا في بلدهم. وللاسف اللي يبيع بلده يبيع امه، يبيع عرضه، لانه الوطن ما بيتباع، وطن ما للبيع. مهما بيحت الوطن بملالين العالم، بمليارات العالم، وهو رخيص، ما في زول بيبيع وطنه.
ولا كانت غربت وتزلت وتغريت زلت بتعرف معنى وطن، كان قطعت بالبحر وتزلت في كالي وتزلت في معسكرات اللجوء وتزلت في بريطانيا ونمت في شوارع باريس بتعرف معنى وطن، كان نمت في معسكرات ألمانيا بتعرف معنى وطن، كان هجرت منه كان انت ماشي في الشارع زليت وزعت انصروا عليك بتعرف معنى وطن، عشان كده الوطن مو للبيع. الشباب دي لسه 4000 ما تميناها. انا والله الا لما داير ابدا في الكلام لسه انا ما بديت ولا قلت حاجه. 3900 داير 4000 شير سريع، 4000 شير سريع داير الناس كلها تجمع هنا عشان نعرف في ترتيبات معينه دايرين نوصلها للشعب عبركم. شغله جاهزه، كتمه جاهزه، البل جاهز، في بس في حاجات دايرين نوصلها للشعب في الارض. اضعفنا بالشير وما عليك. انت زي ما قال الانصراف انت خجلان من طايف ده، ما شيروا في صفحتك، شيروا في كل الدنيا، بيقولوا لكم هم بيقولوا لكم شير شير هاي شير. طلبنا قروش، شحدنا ذول، قلنا لو ادينا اكلنا بعنا الوطن نقول شير، ولسه الجايه نقول شير، ولسه دي 4000. انا داير 4000 تدوير حتى ابدا، دور لي 4 ليله اللايف يا جماعه لايف يوم القيامه، في شغل دايرين نوصله عبركم لسكان الخرطوم بالذات ولهنا في دارفور. ها بس شير لي كده دور لي 4000 ده بالتزيح ذاتها، مالكم يا جماعه اللايف ده غلبكم ولا شنو؟ ها يا ناس نحن في حرب، نحن في حرب يا ناس، ودي اهم لحظه ساحه السفر شعبا وجيشا باستعدادات مهوله، باستعدادات مهوله شعبا وجيشا، والخرطوم مغبره الجيش. اللايف ده غلبكم؟ غلبكم يا ناس؟ ما تتموا ال 5000؟ تموا اللايف ده الخمسه يا جماعه، لازم نصل للشعب السوداني الان، لازم الناس تشاهدنا في الاحياء عشان تعرف تعمل شنو، لانه السلاح دخل، سلاح وصل تاني الجنجويدي حرم راقد في سرير نطقل على دي طلقه في راسه حرمته هسه البارح واحد جنج. انا ما داير ابدا يا جماعه لسه والله ما ابدا الا الناس الشير، ما دقيت ال 5000 دي حرم انا بعد كان زعلت ولا طرد لانه داير اكبر كميه من الناس تشاهدني، اكبر كميه من الناس تشاهدني، لانه دارين بكره ده ننتهي نخلص خلاص المعركه دي حسمت، باقي فيها رتوش، الباقي 600 نفر عصر 500 نفر. الله الله اكبر، والعزه للسودان والنصر غاب حسين عودنا، الباقي 500 نفر 400 نفر ولا 600 عصروا اللايف ده وخلوا نبدا عصروا عصروا يا جماعه. وين الناس؟ ناس نايمه، ناس دافنه دقن، ناس في الميديا، الحاصل شنو يا جماعه؟ عصروا لسه عصروا، بس 4000 شير كرروا تعرضوا، 4000 شير كرروا على الراجع، نزل ذاته وقف، وقف في رقبته، وقف ذاته قسما بالله وقف. سامعني؟ نقدر نجيب التعليقات، سامعني يا جماعه؟ سامعني سامعني سامعني، وقف 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 وقف، دفره صغيره، دفره بخمسه تعاليق، سته تعاليق، دفره صغيره، سامعني تحت تحت، سامعني؟ مسموع يا جماعه؟ دفره صغيره ما بخلونا نشتغل الليامات دي، ما بخلونا نشتغل، دفره صغيره، دفره 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 دفره، واحد قال لهم من ابواغ ابواغ الاحزاب دي، قال لهم ابو رهف زي الكمساري، هاي كمساري فوق بلدي ده ببقى كمساري، وببقى رحال، وببقى محارب، وببقى لايفاتي، وببقى اي حاجه، ببقى اي فوق بلدي ده ببقى اي حاجه، نموت دونه، نموت دون الوطن، لانه الوطن ارض، وطن عرض، الوطن كرامه، الوطن الوطن تضحيات، وما زالوا شرفاء القوات المسلحه بيموتوا بضحوا شباب. أه شغال، قالوا شغال شغال، دوروا دوروا، خلوا نبدا ابشركم من وين وابدا من وين والزيت من وين يا اخي. الله العلم ده علم ده، ها يا اخي العلم ده غالي علينا خلاص، غالي علينا خلاص، وفي رجال حامي العلم ده عليه الطلاق، صقر الجديان عمره ما ينحني، صقر الجنيان عمره ما ينتني. أبدالكم من وين؟ من الجغم، أبدالكم من البل، أبدالكم من وين ذات انا ما عارف، قسما بالله من كثر الليل اللايف ده ما مليان، بس الناس تشير وعشرة تعاليق، جيشا واحد شعبا واحد، ونرمي قدام ونرمي قدام، الشغله محسومه، الشغله محسومه، اول حاجه نبدا من ناس الجيش. ودي رساله من اغلب الشعب السوداني ليكم، ما في حاجه اسمها هدنه تاني، ما في حاجه اسمها هدنه، ما في حاجه اسمها هدنه. التحضير الجاري لمعركه الحسم، أنا بتكلم معاكم ورب الكعبة، ها المعاشيين والشعب السوداني، ها ها خلاص غرروا دفن الجنجويد والجيش، وأنا بتكلم معاكم الجيش الآن في مبدى السبيل، وأنا بتكلم معاكم الآن والجيش، الجيش الآن في اللاماب بحر أبيض، وأنا بتكلم معاكم الآن والجنجويد ولوا أدبارهم كالنساء، ولوا أدبارهم كالنساء قدام دارفور جري
دار اقول حاجه مهمه. انا ما دار لسه ما خشيت في حاجه، ما خشيت في حاجه. الشعب السوداني، الشعب السوداني دي بلد، والبلد ما فيها لعب، ده وطن. بكره الناس والليله بالليل ده الاحياء. اول حاجه التحيه لهنا في شرق النيل، تحيه لكم يا اخي علي الطلاق اللي رشكم باللبن رشوا بالدم، تحيه لهنا في عيد بابكر، تحيه لكم يا اخي. شرفت السودان، ناس شالت الكلاشات، الناس الحمد عرضها، الناس المستعده تضحي عن بلدها. نعم انه التكامل الشعبي، التكامل الشعبي لغبر الجنجويد وما تبقى من ازياله. التحيه لهنا، التحيه لهنا في البطانه عامه، بطانه الخير، بطانه العز، بطانه الشرف، بطانه الكرامه. تحيه لكم يا اسود يا اخي، قدام بس، قدام بس ورا قدام. ابشركم، دار اقول حاجه قبل ما اخش في الزيت يا جنجويدي. قبل انا ما لسه ما اتكلمت في الدار اقوله، في طياره في السماء، وفي الشعب السوداني بالجيش في الوطن صيد بالضوء. التحيه لهنا في دارفور الجريحه. طبعا دارفور بقت على الجنجويد نار منقد، لسه انا ما قلت الدار اقوله. طبعا مناوي اخيرا قال الناس تحمل السلاح، تدافع عن عرضها وارضها، تدافع عن ممتلكاتها. خلاص يا جنجويدي، جيم اوفر. خلاص يا جنجويدي، حي حي. الجماعه قالوا ابو رهف قاعد يسكر، ابو رهف سكران دم، ابو رهف سكران قبن، ابو رهف سكران، سكران اذلال للشعب من قبل مرتزقه ورب الكعبه لا دين لا رب. تاني دارفور دي حتبقى لك نار منقد، حتتبلى فيها كدبل ليوم البل. معركه الغد اول هي ابتدت من الان. الناس يا جماعه تحفر الخنادق وتترس الاحياء. الجيش حيسك الجنجويد تعمن حيك. السلاح الجاك، السلاح الجاك، تطلعوا في راس البيوت، تطلعوا في راس البيوت، تعطل التاتشر. النصيب الجاتك دي بسموها شنو ناس الجيش؟ اسمها شنو هي؟ الجرانيت، الجرانيت. شفت دول الدق بفرطق التاتشر فوق؟ عندك معاشيين، عندك شرطه، كلنا نقف مع بعض الاحياء. ما في جنجويد يخش والا على جثثنا. حفروا الخنادق، اطلعوا في راس البيوت. نعم انه الاحتلال، نعم انه الهوان، نعم انها المرتزقه القاتله التي تقتل اطفالنا وتهجرنا من بيوتنا، نعم انه الاستعمار. سيروا شباب، ده يا جماعه اهلنا في شرق النيل علي الطلاق معلين يمينه، اهلنا في كرري. ما تقول لي زول لابس لبس جيش، انداك البرهان جوا بيتك ده بالله. كرري التحيه لكم يا اخي، تحيه لكم يا اخي. إن جاك البرهان لابس كاكي بلو، لأنه في جنجويد بيلبس لبس الجيش. أي دول يخش بيتك بلو. الجرانيت، هوي الجرانيت اللي أدوكم لدى يا شباب. في تسليح تقل للشعب، في تسليح تقل للشعب وللمعاشين. الجرانيت ده تطلعوا فوق راس البيوت وترسوا الحلة وتحفروا الساس. وإن جاك حاطي قال لك ما تترس، أدفنوا في الترس، أدفنوا في الترس. هوي شوفوا المعركة دي دارها خمس ساعات. شيروا شباب، شباب يا جماعه، يا جماعه انا اقول كلام مهم. ده ما المهم جيتوا. بتخسروا شنو لو وديتوني 6000 شير؟ بتخسروا شنو لو وديتوني 6000 شير؟ شنو بتخسروا يعني؟ ما بتخسر حاجه. 6000 شير وتعال، 6000 شير وتعال، لا يراجع في كل الجروبات، لانه الميديا دي بقت مضلله، بقت كلها كاذيب، بقت كلها ناس مدفوعه الاجر، والناس الواقفه في وطنها يحصوا باصابع الايادي. 6000 شير و10 تعاليق وتعليق راجع. نوريكم البل. طبعا ما حكشف خطه، ما حكشف اي حاجه، لكن الجيش انتشر والقناصه انتشروا والمعاشيين مسكوا مواقعهم. ها ها، والخنادق حفرت والاحياء ترست. الناس تجاوزت القحاطه بمئات السنين الضوئيه، وتجاوزت الصفحات القحاطيه اللي بتقول لك ما تترس. قسما بالله القحاطه بيقوا صفحات، صفحات بس. تحية للجان المقاومة الشريفة التي تجاوزتهم واقفة في. أنت طيب دارس على السؤال قبل ما أخش في الزيت، دارس على السؤال. أنا كازول ساكن في الحي، وقعت مع القحاطة ظل تبعية، وإنه أنا أضل عبد لهم. طيب ما تجي تحميني، ما تجي تحمي عرضي، بس بتقول لي ما ترس. ده الفالح فيتا. لجان المقاومة تجاوزت القحاطة بمئات السنين الضوئية، والصفحات الباقية ما تبقت في يد القحاطة أصبحت صفحات بس بلا شعبية. أخش لكم وين؟ فولكر يا جماعة، فولكر طبعا زول ما محايد. أنا لسه يا جماعة ما بديت، الناس ما تمرق. فولكر زول ما محايد طبعا،
وزول مثل الجنجويد خير تمثيل في مجلس الامن، ولو مشوا الجنجويد ما كان مثلوا نفسهم زي ما مثلوا فولكر. دي بحثة أممية مفترض تكون إنها محايدة، لكن للأسف الشديد ما له علاقة بالحياد. السودان رفضوا وقال بدلوه، الأمم المتحدة قالت تجدد الصيغة فيه، طز فيك وفي الأمم المتحدة. إذا كان هو فرض رجالة حتى نحن ما مجبرين نتعامل معه، ما مجبرين نتعامل معه. ما في تأشيرة لفوركر، والله تاني السودان ده ما تدق قوة إلا تشوفه في الخريطة. يا أنت قل له أدبكم علينا، طز فيكم كلكم. هو في مجتمع دولي؟ هوي يا ناس، هوي دي بلدنا، هوي يا عساكر، هوي دي بلدنا قسما بالله. خد جوا كروشكم، دي بلدنا ما فيها لعب. شوف الشعب السوداني ده منتظر الجغم والحسم، ما منتظرين منك اي حاجه. هدنا في عينك، ما في حاجه زي ما هدنا. الجنجبيل طبعا قالوا واي هدنا، دارين هدنا. طبعا احنا شايفينهم المراكب البطنقل بيجاي عاجيش التريس والريف الجنوبي شايفينها، والناس اللي بيجمع بيهم شايفينهم. وبعد يقول لك هدنا ويشيل ويجمع في الناس، هدنا ويشيل ويجمع في الناس، هدنا. لا لا ما في هدنا. زي ما قال لكم حمير الله يرحمه جازنا حبل بل بس، ما في هدنا يا جنجويت. في يوم ما في يوم مرحمين، تصيج وتبقى معك، تصيج زي اختك وتبقى معك. شباب دار اقول لكم حاجه مهمه، طبعا انا على كونتاك في كل الولايات، قسما بالله العظيم الشباب ده اللي بيجمعوا فيهم بيقولوا راح كل الخرطوم ننهب. يعني هسه اللي بيجوا ديل جاي يشيلوا عربيه جاي ينهب. الناس دي حياتهم كده، نهب وسلب وقلع واغتصاب، وعايشين كده في الصحراء دي. قسما بالله عملوا سوق اسمه بوكو حرام في الحدود التشاديه الجنجويد، يسرق العربيه من الخرطوم ويوديها يبيعها هناك بتراب القروش بحاجه كده ولا تسوى حاجه. وبعد ده عملوا سوق اسمه والدقلو، وفعلا سوق والدقلو سوق حراميه، سوق حراميه اسمه سوق والدقلو، ينهبوا في بيوت الناس وحاجات الناس ويبيعوها. سوق اسمه سوق والدقلو سوق الحراميه. شفتوا الناس دي بتفكر كيف؟ الناس دي بالنسبه لها السلب والنهب ده جزء من ثقافتها والموت. وقسما بالله ناس دارفور ديل كانوا بيقلعوا بيوتهم وارضهم وبهجروهم، وده بيتي خلاص دي ارضي رجال. هاي انا جنجويدي لكن الهوى ما قلب، الهوى قلب يا جنجويد. دارفور اتسلحت والخرطوم اتسلحت والبليس على الجميع والموت للمرتزقه الغازيه. حيا الهوى ما قلب. الناس اللي كانوا بيدعموكم الكيزان عشان تقتلوهم في دارفور الليله اتسلحوا، وقسما بالله دارفور نار منقد، وقسما بالله الهوى قلب يا جنجويدي. تتبلى لما ميتينك يطلع، والهوى قلب في الخرطوم، والحصل في الخرطوم ده تاني ما بيحصل في الولايات. اللهم لا لا اللهم اللهم دار اقول شنو، اللهم اني بلغت فاشهد يا جنجويد. في اللحظه الاخيره، اللحظه الاخيره صيد ابقى مارك، صيد ابقى مارك، شغل دين هايتك نموت فطيس. ما تقول لي انا في بيت نظر القلعه يا اخي، دخلوا بيت هيثم مصطفى. الكاسات والانجازات الجوائز والميداليات مرصوصه. قال الصفيح ده شنو؟ قال ده بيت كيزان. انت بليد؟ ده زور رياضي. هو كان في الصوره دي معانا، تحيه لهيثم مصطفى. دخلوا بيت نظر القلعه، دخلوا مغرات كل الاحزاب التافهه السافله دي، وللاسف حتى الان احزاب دافنه الدقن. قبل ما اخش في الزيت، خالد سلك سالوه في العربيه وكان بيتكلم، لما سالوه عن انتهاكات الدعم السريع قام قفل السماعه. يا عساكر ما تشوفوا شغلكم، قسما بالله لو انا على هرم السلطه دي كان خالد سريك ده علقته من لسان، كان القحاطه ديل علقتهم من لسناتهم. زعلانين جدا على بتاعهم بتاع تجمع المهنيين الشويعي ده، قالوا احتقروا. يا اخي ده العفن يا اخي، ده نتن يا اخي، ده نتن يا اخي. انا يا شباب اكتب لي احتقال القحاطه، اكتب لي 10 تعليقات احتقال القحاطه قبل ما اخش في الزيت. اكتب لي احتقلوا القحاطه، اكتب لي بلوا القحاطه، اكتب لي قحط لا تمثلني. يا جماعه قحط انتهت ودفنت نفسها احياء، وهم السبب في كل الحصل، وهم جنجويد، وهم قتله، وهم مرتزقه، ضيعوا الثوره، ضيعوا الوطن. باعونا اكتب لي قحط الله لا بارك فيه، الله لا بارك فيكم يا اخي. وتاني إطاري قسما بالله ما تشوفه إلا في السماء، إلا يجيبك صندوق الانتخابات ده بعد ما نحاكمكم. شباب اكتب لي الله لا بارك في قحط، الله لا بارك في الأحزاب، الله لا بارك فيكم. ضيعتوا الثورة، داري تضيعوا السودان، ضيعتوا الثورة. اكتب لي الله لا بارك فيهم. يا جماعة
انا طبعا النازل في جروبات وشالوني من بعضها ولسه موجود في بعضها. اقسم بالله قلت لهم انتم ما دارين الجيش ده انتصر لشنو؟ تعرف قالوا شنو؟ قالوا لانه لو انتصر ما بدنا سلطه. يعني هسي الكراسي دي هم من السودان نفسه؟ يعني هسي الجنجويد اللي بيغتصبوا فينا وبينتحكوا في اعراضنا وينهبوا في البلد هم؟ يعني الكراسي دي عندكم هم من ده كله؟ معاناه الشعب السوداني يا اخي انتوا بتفكروا كيف؟ وبتفكروا وين؟ يلعلكم الله يا انتهازيين، يلعل الله ابو الاحزاب الوسخه التافهه، كلكم بوق جنجويد وانتوا شركاء في كل الدم السال، ورب الكعبه لن نقبل ولا بشنقكم. وتاني ما في عمليه سياسيه، انت بتمثل منو؟ بتمثل منو الشعب السوداني مع جيشه؟ وراني انت بتمثل منو؟ بتمثل يا جماعه احتغلوا الاحزاب، احتغلوا خالد سلك، احتغلوا كوادر الاحزاب. واحد من الاحزاب ديل قال نتنمر على الناس اللي بيقولوا البل برا، وهو لو جاء حرامي يقول لي مرته شنو؟ واحد من البحثيين الزباله ديل لو جاء حرامي يقول لي مرته الحرامي سكاري ولا نكته كده تنمر قال. أز عليك الله انت بيطلع لك تتنمر علينا انت؟ يعني هسه نحن خوافين كان جاء حرامي نجري؟ ها؟ نحن بنقول انت ما الراجل اللي بتقوله؟ ما الراجل اللي بتقول انت؟ والله قاعدين يضحكون ناس الاحزاب دي. يا جماعه المهم والاهم معركه بكره دي وبعد بكره حتى سحق الجنجويد. طبعا الجيش في السماء طيران، والجيش في الوطن، والشعب في البيوت والمعاشين والشرطه. الجنجويد تخش على جوه تدي طلقه، ما في خوف، الخوف الشعب السوداني هير الخوف، والخطه ماشيه على قدم الوساق تدي طلقه طوالي. اي مغتصب تدي طلقه. نازل هسه هم دافنين دقن داخلين البيوت والمستشفيات، واي مستشفى هي هدف مشروع للجيش دكوها باللي فيها، دكوها بالجنجويد، ما ترحموهم الله لا رحمهم. وحنا في دارفور التمام تمام سلاح، التمام تمام سلاح، السلاح وصلكم ودخل دارفور. اي جنجويدي يتبلى يجي يحتدي عليكم يتبلى، احموا عرضكم، احموا بيوتكم، الهوى قلب. نعم يا جنجويد الهوى قلب. دارين تكتلوا كل السودان ده كله يشتكي الجنجويد. دارفور يا الجنجويد، الشرق الجنجويد، كسله قتلتوا فيها خمسه، فضيتوا الاعتصام. الشعب السوداني انتوا مفكرين نفسكم ارجل مننا؟ ها؟ لا الجنجويد ده المفكرين نفسهم ارجل مننا؟ انتوا يا جنجويد مواهيم؟ ها؟ يا بولدة مواهيم؟ ها؟ انتوا ارجل من منو؟ خلاص البلجة جيناك شعب وجيش. يعني حندوسك حندوسك، يعني الهوى قلب، يعني سويته في دارفور ده وفي الخرطوم. يا جماعه حميتي الله لا يرحمه كان عايش كان ميت، كان بيقول شنو؟ ما جا قال الخرطوم دي نحولها لسنغافوره، قال احسن الناس تفتح عينها، الخرطوم دي يسكن فيها الكدايس وتبقى زي مليط وزي كتم. يعني هو بالنسبه للحرق والدمار ده جزء من ثقافته، لكن التعمير والبناء ونقطة اسحاب ده ما بعرف يبني مدرسة مستشفى ده ما بعرفه. يعني احسن تفتح عينك. بيفتخر بانه دمر مليط ودمر كتم ودمر دارفور، وجاي يقول الخرطوم تسكن فيها الكدايس. عشان كده يا جماعة نحن تاني ما بنرضى الزلة، وما في زول بيزلنا في بلدنا. وبعد ده يا جماعة الناس تكرب زندها، الاحياء ما اترست كلها تترس، الاحياء ما اترست. لجان المقاومة، لجان المقاومة انا على كنتاك بيكم، صفحات القحاط اللي هجرتوها واتمردتوا عليها ما تسمعوا كلامها. تحفروا خنادقكم، تحموا اعراضكم، تحموا بيوتكم في خندق واحد مع الجيش. لما المعركه دي تنتهي بعد ذاك نشوف شغلتنا شنو. الان هنا نحن المفروض نحمي الناس، نحمي الاهل، نحمي الاعراض، نحمي الممتلكات. الناس ذل والله جايين ينهبوا، ومشروع فشل، مشروع بقى نهب، مشروع بقى اغتصاب، مشروع بقى تشريد، مشروع بقى تدمير. وبعد ده القاعدين في الخرطوم ده اللي بيدمروا فيها، وفي جروباتهم بيقولوا حرقوها، لكن ان شاء الله بنحرقكم فيها، وان شاء الله بنطوي الصفحه الاليمه وللابد. وجاك البلي يا جنجويدي يوم القيامه، تعرفوا يوم القيامه؟ قسما بالله يا جنجويد ده يوم القيامه. والنصيحه عليك، طبعا الخرطوم اتقفلت. خرطوم اتقفلت، مارق بيخلوك تمرق، مع انه انا ضد تمرق ذاته. شفت مش انت كنت بتنهب وبتغتصب؟ ما تمرق. تموت وتجدع في البحر. تموت عايتن تموت. اغتصبت اعراض دار تمرق تمرق روحك، تمرق وين؟ عشان تاني تمشي تعمل لنا كرن كرن في الوباء، تمرق تمرق روحك. انا معي انه بس الجنجويد طلقه والبحر. الخرطوم طبعا هسه مقفله، مارق بيفتحوا لك داخل، بيبلوك، عارف دول بيخشوا الخرطوم تاني.
والمعركة دي يا جماعة أعد لها بشكل جيد. الشعب والحكومة كل الناس في الأحياء تترس الكلاكلات كلاكلات طيبة الدنيا الفتاح الجبل أي حتة تترس. خرطوم ومدرمان ومبدات التحية لهنا في مبدة يا أخي. يا أخي ناس مبدة ديل والله العظيم والله رجال يأكلوا النار يا أخي. ديل ماسكين مع الجنجويد سلاح عديل. تحية لهنا في شرق النيل يا أخي. عيد بابكر يا أخي بسود عيد بابكر. الله يرحم شهيدكم وشهداء القوات المسلحة. تحية لكم يا أخي. أهلنا في البطانة بتاع الخير، أهلنا في دارفور الصامدين، دار مدوكة تحية لكم يا أخي. علي الطلاق دار مدوكة ده علم الشعب السوداني النضال. قسما بالله بسالة بسالة وصمود وتضحيات. قسما بالله الجنجويد بدقوا في الجنينة دي ثلاثة يوم من كل الاتجاهات ما قدروا عليها لأنه فيها رجال، لأنه فيها يسود، لأنه دي عرضهم يفوتوها يمشوا وين يفوتوها يمشوا وين يحاربوا عشان أرضهم دي حتى الموت. وحيحاربوا على الخرطوم عن أرضهم وعرضهم حتى الموت. والناس تجي من كل الولايات القريبة على الخرطوم تدفر. من الشمالية، من الشرق، من البطانة، من الريف الجنوبي، من الريف الشمالي أدفروا الخرطوم. أي جنجويدي بالساطور الما عنده سلاح بالسكين لقيت في طريقة سممه أقتله أرمي بالبحر ريحنا منه. ما شوفوا يا جماعة دي معركتنا كلنا. وهسه نازل الجيش ده ما قادر يواجهوا دخلوا البيوت. نبرقهم من البيوت دي بالكلاش بالساطور بالسكين. لا يمكن يجي مرتزقة. وين الشعب السوداني الأصيل؟ الشعب الكل نخوة، الشعب الكل شجاعة، الشعب الكل فراسة، الشعب المشهود له بالموت في عرضه وفي أرضه، الشعب المشهود له بالفراسة. عمره ما كان شعب ذليل. عشان تجي المرتزقة تغتصب أعراضنا. ونحن اتجزينا ناس غردون. وقسما بالله أبشركم ونحن اتجزينا راس حميدتي. دي مسكوها من هسي. قولوا أبو رهف قال أن إحنا اتجزينا راس حميدتي. وقسما بالله حميدتي مات وشبع موت. وإذا ما مات ذاته مات، وإذا ما مات ذاته يموت. والجنجويد صفحته ما انتهت. ومشروع من الاغتصاب ده الناس تعودوا على الاغتصاب على السرقة على النهب. عايشين كده في الصحراء دي. يودوهم مرتزقة ليبيا ينهبوا الناس، يودوهم مرتزقة النيجر يقتلوا الناس. جابوهم دارفور هجروا الناس من أراضيها وشالوا أراضيها وقتلوهم كده بس. محمد بن زايد يوديهم اليمن اختسبوا مرة يمنية. ده شغلهم. ده الناس ثقافتهم الاغتصاب والموت. عشان كده ينبلوا ويتحسموا. وبعد ده هم دقسوا القحاطة أولاد الحرام ديل أشباه الرجال دردقونا الجنجويد دردقة كده. شفتوا الكورة لما تجيك كده وتشوط ضفاري لما موزة تطير في السماء ديل الجنجويد خلاص كبرت في راسهم الأمارات نفختهم والمجتمع الدولي والقحاطة. يلا حميدتي الأسد، حميدتي البطل، حميدتي القايد، حميدتي وجابوك عدل رزوط. تقعد يا ودقلو تقعد خازوك كده مملكة آلي كسلوا جاية تحكم السودان. قالوا دارين يجيبوا الديمقراطية في غرف نوم النسوة الديمقراطية في ممتلكات المواطنين هسه ضاربين الضلالة مالكم ما تمرقوا من الحلة دي. بنمرقكم تاني في الحلة دي جايينك. المعاشين جوك، المعاشين دي المخطرين خلاص بيعرفوا الضرب بيعرفوا الحرب حرب شوارع. قسما بالله تاني الحلة دي تمرق منها ما تمرق نضيق طلقة في راسك ونخدك في حفرة الدخان. هسه بيقوا تصوروا في غرف نوم النسوان زي ما يقولوا غرفة نوم مرة سمحة عالي الكيزان. يا زول في ناس مغتربين، في ناس تعبت في بيوتها، في ناس تجار، في ناس السودان ده ذاته ما قعدوا فيه ولا دقيقة عشان يبنوا بيوت. هسه بيت هيثم عاملينه ده بيت الكيزان ده زول رياضي يا زول. ما ابني ما بحقه يا اخي. انت تطالبوا حاجة؟ انت جاي تنهبوا؟ يا كلب يا قتلة يا مرتزقة يا زبالة. والله مغبرتكم السودان. ونصيحة لأي مطبلاش فلنقاية للجنجويد قاعد في السودان حتتبلى. سواء كان كنت قحاطي أو جنجويدي حتتبلوا كلكم. وأي قحاطي قليل أدب وسخ دافي باع البلد وباع الدم وضيع الوطن مفروض يتحاكم رميا بالرصاص. ورسالة للعساكر. يا عساكر هوي الشعب السوداني ده منتظر منكم الحسم. غلبتكم ونحن وراكم. قولوا دارين مليون اثنين ثلاثة مليون بنجيب لكم. لكن ما في حاجة اسمها خدنة ولا في حاجة اسمها عملية سياسية ولا في حاجة اسمها فوركر. في حاجة اسمها بل ادفنوا اكسحوا امسحوا طلع ميتين الجنجويدي. يا اخي الجنجويد ده اللي اختصبوا على الحراير. يا اخي الجنجويد الزبالة المرتزقة. شوف يا اخي شوف يهينوا عرض الشعب السوداني. شوف يا ناس شوف الشعب السوداني عمره ما كان جبان،
عمره ما كان جبانه. جاكم يا جنجويد، جاكم في دارفور، وجاكم في الخرطوم، وجاكم في كل الولايات، زي ما ناس مروي رموكم في البحر، قسما بالله نرميكم في البحر، قسما بالله نرميكم في البحر، وذي نهاية كل مرتزقة. وبعد ده تاني برجع بقول لك، الهوى قلب يا جنجة، الهوى قلب يا جنجة. ها شفت الجيش ده كيف؟ بس كبر الفتحة شفته كيف؟ شفت حمد النيل؟ ها شفت السوق العربي؟ ها هدنة ذاته؟ أحلى حاجة العساكر ديل زعلانين زعل شديد خلاص. الضباط زملان الطيار ديل قسما بالله العظيم إذا جاتهم التعليمات طاروا. يا أخي ديل، يا أخي ديل زعلانين زعل. الهدنة دي بدين تنتهي، الهدنة دي بدين تنتهي. يا اخي ديل زعلانين زعل، ديل زغطاروا بخلوكم بن بن. قسما بالله قبل شوي كنت بحكي مع واحدين قالوا لي ان على ابو الهدنه على ابو برهان ذات الهدنه دي تنتهي بتين. الجيش ده غبون يا اخي، ديل ما زملانهم البتين فيهم، ديل ديل ما زملانهم. انت العسير بتزله، العسير بتزله. الله يا جنجويد تاني حرق، بس ما في عسير ذاته. شوت بس، شوتوهم. الجيش مغبون، الجيش جواه قبن، الجيش دايره معاكم. انت عارف الدفعة معناتها شنو؟ لما يقتلوا زميلك معناتها شنو؟ لما يسروا زميلك ويذلوه معناتها شنو؟ معناتها ازدال للجيش كله، معناتها ازدال للشعب كله. ونحن ذاته ما بنرضى زلة عساكرنا، ما بنرضى اسرهم ولا زلتهم. عشان كده عساكرنا بكره بيرفعوا الراس، والبل من هسه شغال، الجغم شغال. واي جنجويداية كلب مرتزقة ها مدفوع الاجر، والله الا تطير السما. كان برا كان جوا. الخاله جحفر بتاعت التكتب، الخاله مراسه زي يا اخي نضبط النفاق. انت زول كبير ومنافق ها، كمان بقيت تتنمر على ابو رهف. انا جايك في التكتب، جايك والله يحشك حش، والله يحشك لما تقول الرب ها. والسعوديه دي بتطرحل منها روق، ابرد 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 جاينك. والشعب السوداني في التكتب الشالك فوق، وشابكنا الدولة الافتراضية كل ما لقيت نفسك التعليقات انتهت هو نزلك. وشفت هسه العام الشباب في التوك توك كتر خيرهم بدوسوك كيف؟ دوس ثقيل، زلة ثقيلة يا كلب يا جنجويدي. والله كتر خير الشعب السوداني هو رفعك. وحنعمل الغاء متابعة على صفحتك كلنا متمعين. أي سوداني يخش صفحة الخالة جحفر يعمل الغاء متابعة، لأنه ما يستاهل كلب جنجويدي، لأنه ما يستاهل منافق، لانه منافق خدع الشعب السوداني الوسخ فيه. وكلكم كده مدفوعين اجر. الواحد يتلون ويتغلف زي الحرباء، زي الربيع الكوز، وزي اولاد الضي، وزي كل العرزقيه. حتى الان بيقول لك الدعم السريع منتصر. والله ندفن الجنجويد وندفنكم معاهم، وما بنخلي حقنا. اي زول واقف مع الميليشيا دي يتحاكم محاكمه عسكريه، رميا بالرصاص دق. ما قتلت وليداتنا، ما شردت اعراضنا، ما دمرت بلدنا. وانتوا يا قحاطه يا أشباه الرجال، متمني متمني، أنا متمني يوم يكون في قحاطي راجل. يا أخي ما عندكم كرامة يا أخي؟ هسه ده كله وقوة عسكرية مشتركة، انتوا ما عندكم كرامة، ما عندكم أخوة. انتوا بالنسبة لكم السودان ده كيكة، بالنسبة لكم يعني ما ضيعتوا الثورة. انتوا ما الرجال يا جماعة. أنا أقول لكم حاجة قسما بالله، لما القحاطة سلمناهم الثورة الانتهازيين زمان، كنت بتمنى القحاطة يقول له الكيزان، وزعلان جدا. هسي بتمنى الجيش ده يبل القحاطه، وانا زعلان جدا وما برضى الا يبلوا القحاطه شبه الرجال. قسما بالله كان ما شلقتوهم من عافي ليكم يا اخي. ولا ادوني فرصه، انا ادوني 24 ساعه، ادوني قوه كده صغيره بس الم في القحاطه تكك 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 تكك، وريحهم منهم يا اخي، وريح السودان من العماله والنتاره. ديل الناس الفصلوا الجنوب، وديل الناس المارسوا ضغوط زمان على الحكومه بتاعت الكيزان عشان العقوبات، وديل الناس تدمروا السودان، وديل الناس تجوعوا. كمان بيجوا بيحترفوا بوزير الخارجيه السابق عمر قمر الدين، قال نحن اللي فرضنا الحصار على حكومه السودان، هو فرض على اطفال السودان. انتوا شايفين الجنجويد ديل حط اطفال السرطان يا اخي، استراحه اطفال السرطان خشوها يا اخي، الاكل بتاع اطفال السرطان شالوا يا اخي، اطفال المايقوم ما سلموا من الجنجويد ولا اعراض الشعب السوداني. وما زلتوا انتوا ما شايفين انتهاكاتهم، شايفين الجيش بينتهك والجيش بيقتل والجيش بيحرق. لكن ما بتتكلموا في رجالكم، انت ده ما رجل اماتكم يا سلك سلك سلك. قسما بالله انا لو حاكم السودان اعلقك من لسانك ده في الشجره. وكلكم ما تقول لي احتغلوا بتاع تجمع المهنيين، احتغلوهم كلهم كلهم احتغلوهم. ويمين ما تحتغلوهم، انتوا ذاتكم ما رجال. بلوا القحاطه ديل، بلوا امسك من الشويل ام الزفت، اي بلوهم اركبوهم. ديل خونه، ديل عمله، ديل كلاب سفارات، ديل ضيعوا البلد، ديل جنجويد وابوغنا الاعلامي ورب الكعبه كلاب.
لا ما عندهم دم يا اخي. عليك الله الوطن ده بيعني الاكشن تقع حاط كيكه ها معاناه الشعب واغتصاب وتدمير الخرطوم بتعني لك كيكه. المهم انت ترجع يعني ده كله هو ترى رجعت بتسوي شنو؟ بتسوي شنو سيداهو؟ ها انت ما حولت حياتنا لصفوف. انت لما جيت ما جيت تديسنا في بلدنا غيرت قانون الاحوال الشخصيه. لا تبقينا ده يا يايس وكوادركم قالوا قولوا استعينوا بصديق مرتكم تستعين بصديق تدار انت بكون زيكم ديايس ديايس يا ديايس. جبتوا لنا سيداهو سيداهو بالسودان تبقى ديوس السودان بلد النخوه والرجاله. بنتك ما تعرس لها يقول لك قاصر لكن كان مشت صاحبت عادي وكان استعانت بصديق عادي. دارين نطبق علينا القانون في اوروبا في السودان في بلد الرجاله والنخوه والشعب. انت جبت لنا شو؟ انت راجل ذاتك بوشي يقول لك اختك لو جات الساعه 3 صباحا ما تقول لها لا خليها تاخذ راحتها اخليها لك تتمطيها وتتصور معها سيلفي. بعد ما تتمطيها ما بتسترها تتصور معها سيلفي يا بوشي وتجي تقول حبيبتي ونلقاها فيديوهات في الفيس في الميديا. خلي انتوا رجال انتوا رجال يمسكوكم بلد اسفك عليكم الله. انا هسي بعد اللي حصل ده كله ضيعتوا الثوره وبعتونا للعسكر وضيعتوا دمنا والجثث سجيتوا على شلاياها لحد الان ما دفنتوها في المشارع. وبعد ده كله جاي تبقى مع الجنجويد الجنجويد المرتزقه الجاي نحكموا على اساس قبل وعنصري. دارين تسلقوهم وهم دارين يسلقوكم. بالنسبه للجنجويد انت كرسي سلم بيطلع بيه فوق بس يصل قدام. محاربه الكيزان ده كله اوهام الجنجويد تعود مليشيا الجنجويد بالكيزان. ودارين نسلمك بلد اسلمك انت يا صعلوك سلمك انت سلمك انت يا خالد سلك بلد. والله يا عساكر تاني تجيبوا لنا قحاطه نركبكم انتوا ذاتكم. ما في قحاطه ثاني في السودان ما في قحاط انتهازي في السودان. ده ما عميل على البلد ده ذول عميل ده ذول كلب امريكا ذول كلب منظمات ده ذول بياخد اوردر ده ذول جايب لنا العفن واللوط. لما تتكلم يقول لك الكيزان والمتعصبين. يا اخي انا مسلم انا ما بكره الاسلام بكره الكيزان كنت لكن ما بكره الاسلام. شنو يعني ما ادافع عن ديني يعني اخليك انت تبقيني ديوس في بيتي طيب تطبق علي القانون بتاع امريكا وبتاع كندا فيه في السودان بلد الرجوله والشهامه. بنتك ما تقدر تقول لها مارقه بينه جايه من وين؟ حتقول لي وانت قاعد هاي مشيت لانه انت يا ود الحرام وزيك السياسيين ده المرقوني عشان اشتغل وعشان اكل اهلي وعشان اختي ما تمشي بشارع النيل عشان اعلمها. حتقول لي انت الوداك بلد شنو مشيت؟ هم ذاتهم انا قاعد في بلدهم ما هم السبب في تشريدنا. هاي كل الغرب ده هو السبب في تشريد الشعوب دي بالتدخل في شؤون الداخليه. هم السبب في حصارنا 30 سنه. ما حاصرونا نمشي امريكا ونمشي اوروبا ونعيش معاهم غصبا عنهم. ما حاصرونا. حاصرونا وذلونا وجوعونا وهم اللي هجرونا، احنا ما جينا لزول ساي. يقول لي قاعد هناك وما هاي قاعد هناك هاي حارقك وين انت؟ حارقك وين انت؟ بصرف باكل من بيل ابوك قحاط وسخ تافه زباله كلاب منظمات كلكم والله المرأة والراجل شكش. والله انا ما شفت اتفه من وقسما بالله وتاني بقوله القحاطه اتفه من الكيزان والقحاطه اندل من الكيزان والقحاطه ارخص من الكيزان وما بيهمهم الا الكراسي ولسه بيجروا شفتوا من منظمه لمنظمه عشان يجيبوا لك الاستعمار والبند السادس. يا اخي ده الخبث يا اخي ده التربيه خباثه ودياسه ده دارين يغيروا ديننا. حتى انا زمان لما مركت بعد الكورونا قلت لكم الحقوا القحاطه دارين يغيروا ديننا. الناس زعلت مني قالوا لي يا ابو رهاف انت كوز بالسلوك. اشهد الله يا اخي ده قاعه الصداقه عشان يحلفوا على مصحف ما خلوا مصحف شالوا المصاحف دي كلها قسم بالله رموها في البحر. لما قلت الكلام ده الشعب السوداني زعل مني. مشوا تحت القران الكريم فصلوها يا اخي ده فكوا عناصر طلاب الخلاوي في الجريف دقوهم اولاد الحزب الفلاني. شفتوا كره الناس دي كره الناس دي ها لمحتقدا. اشهد الله اشهد الله. الرشيد سعيد ده دخل التلفزيون قال لهم اي بيت محجبه ما تقعد فينا. هاي دارين بنات فكات شعرين هسه هو راجل هسه علينا جرى زي امه زي اخته ود الحرام. قال لهم ما دارين بيت هاي ملصو تلفزيون السودان سبحان الله من اغرى طواله تحول ل 130 درجه للروتانا السلمة. البنات بقى شعرين كذي وفاكات والخصل. انتوا فسدتوا الشعب يا اخي انتوا فسدتوا الشعب يا اخي. نحن حتى لو استعلقنا في حياتنا دي ما بنتمنى الشعب ده يكون زينا يا اخي. ما بندعو للرذيله يا اخي. انتوا فسدتوا الشعب يا اخي. انتوا بالنسبه لكم الحريه هي الدعاره. حريه ما الدعاره يا اخي. حريه ما الدياسه.
حرية مع الناس يحاربوها في دينه يا أخي، وتجي تقول والله فلان ذا كوز يا أخي ينعل أبوك على أبو الكيزان قحاطي وسخ صراع الأيديولوجيات. أنتم ما بتحاربوا الدين ده عشان تاخذوا من المنظمات، ما في منظمات بتديكم ملايين الدولارات للقحاطيات ديل عشان يحاربن الدين. أنتوا عندكم أخلاق أنتوا؟ ها؟ عندكم أخلاق أنتوا؟ يا شكش نستعين بصديق، ها؟ نستعين بصديق عشان يجي يركب نسواننا؟ أي مرة تستعين بصديق؟ أنتوا دارين تبقون شنو يعني؟ دارين أن كلنا أولاد حرام زيكم؟ دارين أن كلنا نبقى أولاد حرام زيكم؟ ها؟ دارين أن كلنا نبقى دايعين زيكم؟ يعني مرة تستعين بصديق كيف؟ استعيني بصديق، كيف يعني كذا فسروا لي يعني؟ الاستعانة بصديق دي الصديق وقت الضيق، يعني صديق يركب لي مرة لا يا جماعة القحاطة ذي اللي بيضحكوا. خالد سيريك الهسي ده أنا كان هسي بيتفاصح ده يومتها لما المذيع سأله قال لي يا أخي رأيك شنو في انتهاكات الدعم السريع، ما بيتكلم في رأي دحيم تقفل الخط، قال لن يهدى لي بال حتى أحقق سداه. يا أخي سداه ده كان اتطبق في السودان قسما بالله، الشعب ده يعلن عليكم الجهاد، الشعب السوداني يعلن عليكم الجهاد. تجي تقول له بنتك ما تعرسنا، ها؟ تجي تقول له مرتك حرة تمشي عريانة لبنة في الشارع، تجي تقول له مرتك ما تتكلم معه بالقانون كمان، دارين تحموا الدياسة بالقانون؟ انتوا بالله ده ولا شو؟ صالك رمتالة، يلا يلا اقطعوا وشكم، الله ريحنا منكم ونهلاوة قلب يا قحاطة. والحمد لله أنا من غدبي منكم، الحمد لله إن الله كشفكم على حقيقتكم، والحمد لله إن الله عراكم ها قدام الشعب السوداني، الشعب السوداني ده بيع لكم الزلط في الفترة الانتقامية دي، زليتونا حتى التفافيف الشوية اللي بدون الله الكيزان دعم البنزين ودعم الوقود ودعم الأدوية سحبتوه مننا، وبالمقابل مملكة آل دقل بتعد العدة وتسرق في الذهب عشان تقتلنا، حتى الفتافيت دي جوحتونا يا أخي، حطوها علينا يا أخي، وبعد ده أنت بقونا ده يهيس يا أخي، جوحتوا الشعب ده خليتوه حتى يتنازل عن حاجات كثيرة جدا، الله ينعلكم أينما حللتوه يا عساكر. قسما بالله العظيم تاني قحاط يدقها ندكب معاكم راس انتزاتكم، واي قحاط دارينه في السجن، واي عميل كتب بوست كوادر المؤتمر السوداني، كوادر حزب الامه، اي عميل كوادر الحزب الشيوعي، البحثيين، اي كلب كتب بوست بناصر في الجنجويد لازم يتحاسب على رمي بالرصاص، الناس دي لازم تموت عشان ينعم السودان بالامان، محاكمه دروه يا زول. انت ما زول بتناصر في ناس عساكر، انت زول بتناصر في تدمير السودان، انت زول عميل كلب. عميل كأسخ على السلك ده يا جماعه، مع الزول ده ما تلموه يعني، هسه لميته بتاع الحزب الشيوعي ده بتاع تجمع المهنيين، خوفته من القحاطه والاله الاعلاميه بتاعتهم في كو هذول، هاي لم يا هذول الشعب السوداني عليه الطلاق. انا لما لموه انا متكيف لانه حضرت مداخلته الوسخه، قال الجيش سرق الامدادات جابوها، المساعدات الانسانيه جابوها للشعب السوداني، قال الجيش سرقها. انت بليد، انت بليد، انت جابوها جمعوها في برسودان ووزعوا فيها، يدوك لها انت؟ ها انت امين عليها؟ ها؟ يدوك لها انت؟ يا شويعي يا عفن؟ يدوك لها انت يا قحاط يا وسخ؟ يدوك لها انت؟ بس انتوا دارين تجرموا الجيش ده باي شكل كان، يا اخي الجيش ده مجرم ونحن معاه. نحن الجيش ده كان بقى شفته منتهك اعراض الاحزاب دي كلها نحن معاه. انتوا رجال دوركم ما قادرين تحموا يا اخي، تحموا الشعب السوداني يا اخي. انت دوركم دي بيوتكم دخلوها الدنجويد يا اخي. هو ذاته ما بيفرز بيتك من بيت ميتينك يا اخي، وانت دارك ما قادر تحميها وجاي تتفلسف لسانك طول كده. ناس البلة البرة، ناس البرة، انت هسه عليك الله، انت الراجل اللي بتعارض الجنجويد، الجنجويد اللي بيهددوا فينا بالموت كل يوم، ننحرك ونقتلك ونسوي، انت الراجل اللي بتعارضهم يا زباله؟ كنت ما رجع ما تخلوا الرجال تشتغل يا اخي، لا انت حرموا الشعب السوداني من حقه في الدفاع عن نفسه، ما تسلحوا الاحياء، ما تسلحوا الناس، طيب اسوي له شنو؟ ما اغتصبوه، ما احتلوا بيته، سوي له شنو؟ المرتزقه الجايه من تشاد ومن النيجر دي دخلت بيته، احتلت عرضه، هجرته من بيته يا اخي، استعبدت زوجته يا اخي، سوي له شنو؟ ما سلحه عشان يحمي نفسه؟ ها؟ ما سلحه عشان يحمي عرضه؟ ولا انت داري اغتصبوه كده بينتهكوا في الجنجويد ويضحكوا؟ والله اغتصبنا ناس الخرطوم، دايره كده انت؟ ينعل ابوكم على ابو الوساخه، على ابو النتان، على ابو العماله يا اخي. يا اخي انا ما شفت انتم منكم يا اخي، ما شفت اوسخ منكم يا اخي، يا اخي انتم بتفكروا كيف انتم يا اخي؟ شعبي ده تجاوزكم يا زول، انت حركتك، انت تعرف قوم اوبر، قوم اوبر يا قحاطي، قسما بالله انت انتهيت، ما عندك حاجه ثانيه، ما في زول قاعد يحترمك. شفتوا التعليقات كيف يا خالد سلك؟ كده عليك الله، شوف لغاك في العربيه، شوف التعليقات تحت، جيش واحد شعب واحد، قحاطه خونه، باعوا البلد، باعوا الدم، ضيعونا، ده ما كلام كيزان، نحن سوار، تقدر تقول ده كلام كيزان؟ يا عفن
تقدر تقول ابو رهف كوزي او وسخ يا تافي؟ ابو رهف الزمان بتقولوا له بطل، هسه بقى جاهل وما بيفهم وجهلول يا كوادر الاحزاب الوسخه يا تافهين يا مدفوعين الاجر. قسما بالله انا كفرت بيكم كفر كفر يا اخي الجويد يا جماعه يا اخي، دي اوفر، دي ما بتخش العقل. ممكن تقول لي كرهيل الكيزان مع ان انت كنت مشاركون العساكر دين، اعمل اي حاجه، لكن الجنجويد الجنجويد يا جماعه، اللهم لا سلم من سالمهم، اللهم لا سلم من ناصرهم، اللهم دمر من آزرهم. يا اخي الجنجويد، يا اخي الجنجويد اللي بيختصبوا الاعراض، الجنجويد الحرق ودارفور، ها انتوا حاضرتهم السياسيه وبعد ده جارين العالم ده كله، الحقونا الجيش قتلنا، الجيش اختسبنا، الطيران واحده كده هذول قحاصيه شعان لا فيديو ماي كنتري ماي بيبول ماي كنتري ماي بيجوم. هاي 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 هيا، نحن المشاري جبنا الجنجويد، ما انتوا جبتوه وما قلتوا حارب، بس مالكم بقى لكم بومبي؟ ها انتوا جبتوا، انتوا جبتوا الناس دي، انت جبت الناس دي وقلت لهم امشوا حكموا البلد ونحن حضرتكم السياسيه، هاي تجيب انت الحرب دي بقت لكم بومبي؟ ما كانوا يقولوا في الكلام هاوس ده ديك النقع الراجل اللي جينا، هسه كلكم بقى لكم بومبي بقى الجنجويد، هدنه هدنه باب عليا، هدنه باب عليا، بقى لكم هدنه؟ ها ما زمان كنتوا يا اللي طارد يا الحريب رجاله بنحكم بحميتي، توص فيكم وبحميتي حرمنا حرق ونحرقكم، هسه خلاص بقى لكم بومبي دارين الهدنه؟ دارين لا للحرب؟ منافقين منافقين قحاطه منافقين لا للحرب دي، قسما بالله لو حميدتي منتصر كان قلت نعم للحرب وسحق الكيزان. يا كلاب يا منافقين، انتوا تاني منو اللي بصدقكم يا زول؟ نحن ما شهود عيان على كل مصايبكم دي، ما حتقولوا لنا زمان ابهاتنا يقولوا تطلعوا ثوره القحال الاحزاب تسرق منكم، والله جدي الله يرحمه توفى قال لي قسما بالله انت بتنفق في قربه مقدوده، قلت له لا جدي، قال لي الاحزاب دي بس تطلعوا ثوره الناس تموت ويخوزقوكم فيها، خوزقتونا في الثوره ضيحتوها، شاركتوا العسكر ذات ذاتهم، قلنا لهم ما قلنا لكم ما شاركوهم، قلتوا انتوا بولد ما بتفهموا حاجه، ضيحتوا البلد، بعد ده جبتوا الجنجويد عشان كراسي ملوثه بالدم، عشان يجي تجي مريم الصادق تقول لي الحبيب حميدتي، هاي حميدتي الحبيب حميدتي، انت وين يا حميدتي؟ انت انا ما شايفك، عشان تجي مريم الصادق باباطل الملانة عرق ديك تقول لي الجنجويد كده، تنفذر لهم كده يا كلاب يا مرتزقه، انتوا الثوره دي ما سرقتوها ما ضيحتوها، ما زمان نحن نكورك للنهار، حاكموا الكيزان حاكموا الكيزان، اعملوا كنترول على الجنجويد، اتمددوا في عهدكم، دار تقول لي ما تمددوا في عهدي؟ يا قحاط انت ما شريك في تمددهم، ايه العساكر ديل الاغبياء سمحوا لحميد دي بالتمدد وانت شريك في تمددهم، ما كانوا بيتمددوا بيقولوا عملوا كنترول على الجنجويد، نحن اللي بننبح ديل ونحن اللي بنكورك ديل ونحن الجاهلين والجهلول واي حاجه قولوها فينا يا تافي، ما كنا كل يوم بنقول الجنجويد الجنجويد الحقوا الجنجويد يا حمدوك لما كان بيضحك ويعمل في تلاغم انسجام، الحقوا الجنجويد اعملوا لهم كنترول، الناس ذل بيقتلونا، الناس ذل بيقدروا بينا، الناس ذل غدارين ليل ونهار، ابو رهف ذبكوري كل يوم الجنجويد الجنجويد، قلتوا لي انت كوز داير فتنه انت، ما نحن عارفين اليوم ده بيجي، ما عارف انك الراجل، عارف انك الراجل اللي ما بتحمينا، وعارف انك لما اليوم ده يجي وتولع بتجري تركب الطياره زي ما هسه كلكم ركبتوا الطيارات، ها ما قلنا لكم اليوم ده نحن الاربع سنه بنحذر من اليوم ده، بنحذر من غدره الجنجويد، بنقول لكم الجنجويد غدارين، الجنجويد بيتمددوا، لا انا اقول لكم حاجه ممكن تدهش كل الناس قسما بالله العظيم وكتابه الكريم، الجنجويد ديل في السنه الاولى كانوا غشوا العساكر غشوا، والسنه الثانيه من بعد الثوره قالوا لهم الحركات دي جايه وداخل سلام، دحين تقول ثعلب الله لا يرحمه دنيا ولا اخره، الحركات دي جايه، طبعا برهان ده ما فردت حركات دي جايه، قال لي برهان وعندها سلاحه وعندها جيشه، ندرب لنا دفعتين ثلاثه عشان نخوف بهم الحركات، درب وسمحوا له درب وسلح شويه شويه، حتى دبابات حياه العمليات اللي دمروها دي شال حميدتي دبابات صحراويه كده او ناقل الجنود ما دبابات، لما وصل السنه الثانيه بقى حميدتي تمدد غصبا عن الجيش نفسه. انا حميدتي خلاص بعد وصلت مرحله من النفوذ مسكت عصب البلد اقتصاده، انا القوه الضاربه والماء عجب يشرب من البحر. مشوا له قعدوا معاهم. التمدد ده ما كان اتفاقنا. الشكلوا مرتين. المره الاولى مشى صالحهم الشيخ الجعلي. وزمان بيقولوا لنا ما في خلاف بيدسوها تحت تحت. والمره الثانيه لموهم في العيد برضه صالحوهم.
فهمت علي؟ وحميدتي مصر لما يعصروا يجي يقول انا بأتمر بامر القوات المسلحه، ولما يخلوا يعمل في عمايله. قسما بالله في الدقائق الاخيره بقت مدت غصبا عن الجيش، غصبا عن الجيش. وشايفين انه داكو بيتمدد، بدوا يدربوا بعد فوات الاوان. هي الدفعه تخرجوها في الدمازين وباقي بورسودان وشوف شويه الدفع بعد فوات الاوان، لكن كان سمعوا كلامنا من زمان. دربوا الجنود اللي ما بيفهموا الا بالعين الحمراء، بيفهموا بانه تضبط القفي راسه ده حيوان، ده ما بني ادم، ده زول مجرم قاتل ما بيفهم بخوه واخوي واخوك، والغدر جاري في دمهم. هسه الهدى الكثيره دي بيعملوها على شنو؟ قاعدين يستفيدوا منها لانهم مهزومين. ناس بيدخلوا سلاح بالبحر، بيدخلوا في ناس بملابس ملكيه، ضواحم درمان دي كلها، الريف الجنوبي ده كله البحر ده نظفوا لنا يا جماعه. التريسة الغرزة معوين الحتات دي كلها بيجاي على الشجرة، الناس دي ممكن يضربوا المدرعات من البحر، لأنه شغالين في حركة دؤوبة الليلة من الصباح، بنقلوا بيجاي في ناس بالمراكب بيقطعوهم بغالي. اركبوا نركبوا البحر ده كله، نظفوا البحر ده يا جماعة، نظفوا البحر. وما في جنجويد يمرق، ما تقول لي الماري قال لا ما يمرق، يمرق يمشي وين؟ يمرق يمشي وين؟ ما الضعف عام بيستفيد منه، أدفنوا قبله بس أغبره. وهسه أبشركم والله في جغم معاد، قسما بالله في جغيم معادي، واي هدنه يا عساكر ثمنها غالي، واي اتفاق مع الجنجويد يعني اعاده انتاجهم، معناته انتوا ما حتقدروا تحمونا اذا انتم ما تنفنسوا. اذا مشيتوا قعدتوا مع الجنجويد القسم بالله تواتكم نركبكم، ثاني جنجويد في المدن ما في، لا ناس دارفور بيقبلوه ولا احنا في الخرطوم ولا كل الولايات، ثاني ما في جنجويد شايل سلاح. مدني حبابك دار انتخابات، تعال حكيمة بالانتخابات، وان ظلمت انا ذاته نمرق عليك. ده بعد انتهوا مملكة آلهة الدقل والهالكة كلها، أي زول يجي بالانتخابات، لكن الرجالة ما بتحكمنا بالظلم بالاغتصاب. هسه يا جماعة الناس بيقولوا دارنا نجيب الديمقراطية ونحارب الفلول، الفلول في بيوت الناس، الفلول في استراحة السلطان، الفلول في غرف النوم النسوان. ها يا أخي ده ناس منافقين زي يا زول، ده الناس جايين يحكموا على أساس غبري وعنصري، والظروف خدمتهم بس ما أكثر ولا أقل، دي كلها شماعات بيعلقوا عليها. والقحاطه ده بالنسبه لهم الجنجويد ده سلم بيطلعوا له السلطه، والجنجويد بالنسبه لهم القحاطه مرحله تثبت اقدامهم في الكراسي، وبعدين يقولوا لهم كده بس، دي كل القصه. عشان كده يا جماعه الجيش احنا ما بندعم فيه عشان برهان ولا عشان كباش، لانه ده جيش السودان، ده جيشنا خلاص، ده جيشنا، اختلفنا واتفقنا مع غادته على هرمه ده ان شاء الله جرادي، لانه ما بيعنوا لي حاجه، بيهمني انا ادعمه عشان ما ينهار، لانه البديل الموت، البديل الاختصاص. الناس دي ما حكموا السودان وبسووا كده، هسه الجنجويد ده ما حكموا السودان وبقتلوا وبينهبوا وبيغتصبوا وبيحتلوا البيوت، كان حكموا السودان يسووا لنا شنو؟ الجنجويد يخط طاقته فوق كده يقول لك انا داخل على امك، يخط طاقته فوق ويقول لك داخل على خالتك على بنتك. هسه ما حكموا السودان وبيغتصبوا وبقتلوا، هسه في مدرمان قبل شويه كانوا بدقوا في المواطنين، والله واحد بيدوس على المواطن بريجله بريجله يا جماعه، نتكاتف يا جماعه، الشعب ده كله يتكاتف. ويا ناس مدرمان ودنوا باب الزله ما بتشبهكم، ومدرمانات الثورات ناس كلها تبقى مع بعض، الوحدة قوة، كلنا يا دول نمرق سوا. جنجويدي ما يخش الحلة، يخش روحه، اركبوهم اركبونا الهم ده الما بشر يا اخي، الله ينعلم يا اخي. شباب انا طولت عليكم، اللهم اني بلغت فاشهد منتصرين شعبا جيشا. ان شاء الله الهوى قلب يا جنجويد، الموت للجنجويد، الموت لعصابة آل دقلو، الموت للقحاطة، ونحن والنصر لقواتنا المسلحة، ونحن خلفها خلفها حتى تدمير كل الجنجويد. أبقوا قدام، وجاكم الموت البرة رحمة يا جنجويد.